والحديث في السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحديث في مسند الإمام أحمد ده من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في جانب الترهيب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خوف الناس في جانب معين، وجزء من الناس قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يعني لو زول بيعمل معصية، الزول أثناء ما بيعمل المعصية في الغالب بتوقع أنه بتجيه مصيبة بعد المعصية، لأن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني من أسباب المصائب المعاصي. الزول المستقيم على طاعة الله تعالى ده الله بيكرمه في الدنيا والآخرة، لكن أحيانا بيبتلب المصائب من باب تكفير السيئات ومن باب رفع الدرجات. وكذلك الذي يقع في المعصية فإن الله تعالى يبتليه إن كان من المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب العبد المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت وقعت في معصية، جاءت مصيبة بعد المعصية دي، مصيبة دي تتألمت منها، ده قال لك بكفر شنو؟ السيئات. ده الوضع الطبيعي أو الوضع العام في الأحكام، لكن في السنن الكونية. لكن قال لك زول بيعمل في المعاصي والله فاتح له في الدنيا، زول حضر حفلة، انتهت الحفلة فرحان، بعدها يلقى العشاء جاهز مرتاح جدا. زول ضيع صلاة الصبح، بعدها يلقى الشاي جاهز مرتاح جدا، تلقاه راكب عربية مشغل غنى، لا حادث لا فرامل تجلي ولا شيء، مشغل في الغنى يعصي في الله، يسوق بنت من بنات المسلمين يخلو بها حتى يقع في المعصية ويستره الله ولا يفضحه، تلقاه في المعاصي والله بيفتح له في الدنيا، قروش ماشية، أكل تمام، الناس بتحترمه ومستور وماشي. قال لك دي علامة شر تعمل حسابك. قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. وفي شيخ يدرس فقه ماشي الشيخ جاء كان جاء ايوه لا بس طيب معليش يا شيخ انا ما اعرف والله لا بس خلاص نحن نختصر. نعم. قال لك فانما هو استدراج. ده استدراج، الاستدراج بعد بي عذاب. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي. أيوه، لذلك الإنسان بعد الاستدراج يأتيه البلاء من الله تعالى الأعظم ويأتيه العذاب. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الحديث ده بآية: فلما نسوا، وهي قول الله تعالى في سورة الأنعام، فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا الكتاب والسنة والأحكام، فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون. لذلك يموت على سوء خاتمة. أخطر ذنب يا ناس، والليلة كثير من الدعاة ما بيتكلموا فيه وأنا أختم بالموضوع ده، أخطر ذنب يعصى الله تعالى به هو الشرك بالله تعالى. شكرا رب العزة والجلال قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه خطيرة. فأنت ما تتوقع كثير من الناس الليلة الله بيستدرجهم في جانب الشرك بالله تعالى. يا الله دي ولد تلقاه يعلق له شنو تميمة وخايف من العين من غيره، والله يحفظ له ولده من غير تميمة يحفظ له، وبتميمة يحفظ له ابتلاء، مش الله راضي عن التميمة ابتلاء، وده نوع من الاستدراج. تلقى يا عتر ينادي غير الله، يا فلان ويا علان، هذا رجل بسوء، يا فلان ويا علان، تلقاه طايف، تلقاه تروح منه شيء يقول لك نمش لفلان. فده كله من الشرك بالله تعالى، ودي من عظائم الذنوب، والموضوع التفصيل فيه يطول، إذا مد الله في الأجال ووفق بنجي إن شاء الله نفصل في وقت ثاني. يعني ناسف للإطالة، معليش أنا ما أعرف في درس، بارك الله فيكم على الله.